أنا ودي شيخنا وصفنا جمال الله سبحانه وتعالى وتحدثنا عنه وتحدثنا أيضا عن جمال الجنة، ودنا الآن ننزل شوي للسماء والفلك، العلم اللي كل ما تكلمت فيه أو تكلم دكتور عندنا بالجامعة عن علم الفلك للأمانة أحس بإحساس غريب، بالذات لما يقيس الفلك والقياسات العظيمة اللي فوقنا اللي حنا ما نراها ويتكلم فيها، وأرى قديش الإنسان صغير جدا 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 ويعصي الله. هنا بعض الأحيان تخنقني العبرة، ودنا نتكلم عن الفلك. الله عز وجل هو الذي أرشدنا، قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وقال جل وعلا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ويقول تبارك وتعالى وزيناها للناظرين. فعلا من نظر إلى السماء وأبراجها ونظر إلى الأفلاك الدائرة والسحب الماطرة والرياح السائرة والبحار الزاخرة والرياض الناظرة علم أن الله عز وجل هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد ولا يجوز أن يعبد غيره. الله سبحانه إبداع يا أخي، إبداع غاية الإبداع. الله عز وجل يقول في القرآن بديع السماوات والأرض مبدع، ويقول تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، ويقول تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، ويقول تبارك وتعالى أحسن الخالقين. عجيب. يقول العلماء إن من أعظم ما يقوي النظر عند الإنسان النظر إلى السماء. منظر السماء يقوي الخلايا العصبية للعين فقط لمجرد أني أنظر للسماء. سبحان الله، هذه حقيقة. كيف بما فيها من النجوم؟ الله يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون، بس ما نعلم. ما نعلم. أتعرف أن الشمس فقط أكبر من الأرض 1400 مرة؟ لا إله إلا الله. لو تقدمت قليلا لأحرقت كل شيء على وجه الأرض، ولو تأخرت قليلا لتجمد كل شيء على وجه الأرض، ما في مجال للخطأ. عجيب هذا الجرم السماوي. 1400 كرة أرضية تبتلعها الشمس. هذا القمر العجيب آية من آيات. الله عز وجل جعل الشمس سراج والقمر نور. طيب ليه؟ القمر تنظر إليه ما يؤذيك، الشمس تنظر لها تؤذيك. نعم. إذن انظر تأمل في هذه الأفلاك السماوية، هذه الأجرام السماوية، ستجد حقيقة فيها من الجمال الأخاذ، فيها من الحسن، فيها من الإبداع، فيها من العظمة، فيها من الإتقان. شيء عجيب. يعني لو خرج أي فلك عن مساره لارتطم بغيره في لحظات. سبحان الله، كلها موزونة تدور والشمس والشمس والقمر تجريان بحسبان بمعادلة في طريق لا يمكن تتأخر تتقدم تتغير، لا. حساب مقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. لا إله إلا الله. كذلك طريقة يعني توزيع النجوم في السماء كانت يستدلون بها، وإلى الآن هي زينة من آلاف السنوات، هي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها إلى الجهات إلى القبلة. سبحان الله. لو نزلنا قليلا يا أخي الغيوم، يا أخي الغيوم حدثنا عنها القرآن ووصفها لنا القرآن وصف عجيب. نعم.
سماها في يوم المعصرات، سماها في لحظة المزن، سماها في لحظة بالسحاب. هذه الغيوم أتعرف أن فيها أطنان من الماء؟ سبحان الله، ما الذي يحملها؟ يقال أن سليمان سأله رجل عن أقوى ما خلق الله. أقوى خلق الله؟ إيه؟ قال الجبال. فخلق الله الحديد تكسر الجبال. نعم. فقال الناس إذن الحديد، فخلق الله النار تذيب الحديد. فقالوا إذن النار، فخلق الله الماء تطفئ النار. النار. قالوا إذن الماء هو أقوى خلق الله، فخلق الله الهواء يحمل الماء. الماء. إذن أمر عجيب. أقوى خلق الله الهواء. ولذلك الله سلط على قوم نوح، على قوم عاد. نعم. بإقدار من خر ثور، فإذا هم كجذوع نخل خاوية. يا الله، بالهواء فقط. فقط بالهواء دمرهم، فأصبحت لا يرى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء بأمر ربها. قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يا الله، أنت تتكلم عن مين؟ عن العاد الشداد الذين قالوا من أشد منا قوة. هذا الجمال الذي كان عندهم ترى مو سهل. الله عز وجل يقول عن مدينة واحدة من مدنهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه من مدن قوم عاد لم يرى مثلها في جمالها. تعرف أن الأعمدة التي كانت في المدينة كانت من الذهب الخالص؟ أين هي؟ سويت بالأرض. ذهبت. أيضا كانت عندهم يعني مخازن عجيبة. يقول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، قال كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هودا لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فمن الجمال التاريخي إرم ذات العماد، مصانع قوم عاد، بيوت ثمود، سد سبأ، قصر سليمان الممرد الذي أذهل من؟ بلقيس. نعم، صاحب ذي الجنتين. هذا جمال تاريخي يجب أن نتوقف عنده عندما نتحدث عن الجمال. أنا ودي نتوقف. الجمال الجمال كان يعني يثير الإنسان منذ الفجر الأول. كان الآدم يقف عند كل جمال يراه، يسمعه، يشمه، يستوقفه الجمال كذلك. نعم، يستوقفه الجمال. حبنا الجمال فطرة. ولذلك أنا سألتك سؤال، لماذا خلق الله الجمال؟ لخمس حكم.